لما كنت يعني عن طريق الانترنت أونلاين كانوا يعاملوني كأني يعني واحدة ما فيها شيء أو أني أغش. بعض الأحيان إذا أنا درست جبت الدرجة A or B أمل أنت ما فيك شيء. طيب أنا الحمد لله ربي أعطاني، أنا شديت حيلي وربي أعطاني، ليه لازم أكون هذيك البنت اللي ما فيها شيء؟ يعني أمل تقولي أنا عندي نسبة الذكاء عالية عند أمل، لكن في مسألة كيف يتعاملون معانا وفقا للمتغيرات اللي تمرون فيها بمرضكم صح؟ يعني هم يضغطون 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 كأنه ما فيني شيء، لكن أنا من اللي يضغط عليك؟ تكلم بالجامعة أنت؟ الدكتورات حقيقة يعني ولو أنه حاطين يسمونه وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة يكتبون عني أول إذا يوم كان دراسة حضوري صح قبل كورونا يكتبون عني الله يجزاهم خير، لكن نفس الدكتورة اللي تدرس المادة شون يكتبون عنك؟ يعني تقرأ لي السؤال أمل وش الإجابة؟ لأن أنت تلقين إشكالية في الكتابة صح؟ تحدي صح؟ حقيقة عدم ثبات القلم بسبب الارتجاع في اليدين يعني، وهذا تحدي بالنسبة يعني أمسك القلم فجأة القلم يطيح أنا ما أدري عنه أصلا. حاولت يعني أنا أصلا أكتب باليسار طيب، فهل الفترة هذه بين رمضان للحين قلت أمل يعني سلامات تفضلين على هالوضع يعني حاول اكتبي باليمين. والله حاولت اكتب باليمين ودربتي نفسي درست ترم كامل باليمين ما شاء الله، لكن يعني وش لي لكن يوجع حقيقة يعني أنا متعودة باليسار وهذا اللي ربي أعطاه.